استمعت إلى سيد الرئيس وإلى طرحه حول قضايا داخلية وقضايا دولية قضايا داخلية أساسا حول ضرورة إرساء جبهة داخلية قوية ثم ضرورة إرساء ثقافة التحاور والتشاور المستمر والدائم بين السلطة التنفيذية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة ثم تحاورت معه حول تداعيات الأزمة الدولية وتداعيات المباشرة على الجزائر والتداعيات الغير مباشرة وضروره ارساء كذلك جبهه داخليه قويه لان هذه التداعيات قد لا تمس فقط الاقتصاد ولكن كذلك قد تمس بعض الجوانب الامنيه كالوضع في منطقه عندي شعور ان رئيس الجمهوريه له نية في فتح بعض الورشات الاقتصاديه ويشتغل من اجل تكوين جبهه داخليه قويه وبلورة اجماع وطني حول السياسه الداخليه السياسه الخارجيه ou se essa é de fé